الآن نشرة الأخبار مع محمد الكبيسي. أهلا بكم في نشرة أخبارية مفصلة من قناة الفلوجة، نبدأها بأبرز العناوين. ألف البطاقات الانتخابية تغيب عن نازح الأنبار، وانتخابات افتراضية للتأكد من سلامة إجراء الحقيقية. التسويف يعمق جراح ذوي المغيبين، 5 سنوات وملفهم طي الإهمال، المشروع العربي يبادر لتخفيف مأساتهم. تطوير القدرات العراقية شرط لإنهاء العمليات القتالية الأمريكية، صالح يشترط. وأسراب F-16 جاثمة في بلد. موسم حرائق حقول الحنطة في العراق ينطلق من محافظة ديالى ويصل النجف في ثاني محطاته. حقوق الإنسان تفتح النار على وزارة الصحة مقصرة في توعية المواطن، والأخيرة تحذر من ظهور السلالة الهندية. البداية من الملف الانتخابي، حيث كشفت مصادر مطلعة في محافظة الأنبار عن فقدان آلاف البطاقات الانتخابية الخاصة بنازحي الأنبار القاطنين في إقليم كردستان، فيما طالب نازحو المحافظة في الإقليم الجهات المعنية بالعمل على استرداد بطاقاتهم المفقودة وضمان حقهم بالمشاركة الانتخابية. وقالت المصادر إن نحو 5000 بطاقة انتخابية خاصة بنازحي الأنبار المتواجدين في أربيل والسليمانية فقد أثرها، موضحا أنه تم إرسال البطاقات منذ انطلاق حملة تحديث البيانات قبل أكثر من 6 أشهر، لكن لم يتسلمها أصحابها، ويجري تتبع الموضوع مع مكاتب المفوضية المعنية في الإقليم. من جانبه، أوضح مكتب مفوضية الانتخابات في الأنبار أنه تم التواصل مع مجلس المفوضية الرئيسي بكتب رسمية، وتم إعلامهم بأن عددا من بطاقات الناخبين الخاصة بالمهجرين تم إرسالها إلى محافظتي أربيل وسليمانية، ولم يتم إعادتها إلى الأنبار لغاية الآن. وقال المكتب إن مجلس المفوضية متواصل مع المكاتب المعنية بهذه القضية لاتخاذ الإجراء اللازم من مجلس المفوضية حصرا، مرجحا أن يتم إلغاء البطاقات المفقودة، وأن يتجه مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات إلى طباعة بطاقة بديلة لهم. كشف مسؤولون محليون في الأنبار عن فقدان 5000 بطاقة بايومترية لنازحين يقطنون في إقليم كردستان بعد تحديثهم لسجلاتهم في الأنبار، ما أثار الشكوك حول وقوف جهات سياسية وراء الحادثة. نحو 5000 بطاقة انتخابية خاصة بنازحي الأنبار الموجودين في إقليم كردستان فقد أثرها، وفقا لمعلومات صادرة من مسؤولين محليين في المحافظة الذين أكدوا أن البطاقات البيومترية لم تسلم لأصحابها منذ انطلاق حملة تحديث البيانات قبل أكثر من 6 أشهر، وسط صمت مطبق من قبل مفوضية الانتخابات التي باتت في موضع اتهام بالرضوخ لسطوة قوى سياسية متنفذة. أنه تسربت بعض المعلومات عن فقدان البطاقات القديمة بالآلاف، أعدادها بالآلاف، إذن المواطن فقد الثقة بالانتخابات المقبلة اللي كنا نحن معولين عليها كمواطنين محافظة الأنبار حتى نغير ونختار وجوه تخدمنا بالمرحلة المقبلة. إذن على مفوضية الانتخابات حتى نضمن إحنا راح نشارك بالانتخابات، مثل ما رجعوا على البطاقة القديمة يبحثون عن البطاقة المفقودة يلغون اعتمادها، أو إحنا محافظة الأنبار راح نلغي المشاركة بالانتخابات نهائيا. ولأن النازحين لا يحق لهم سوى التصويت بالبطاقة البيومترية، تؤكد مصادر لقناة الفلوجة أن سياسيا متنفذا في الأنبار أرغم مكتب المفوضية المعني بهذه البطاقات على تسليمها لأشخاص يتبعون له من أجل إخفائها بهدف الإضرار بأحد المرشحين الذين من المتوقع أن يصوت له أصحاب البطاقات المفقودة.
تفاجئنا انه بالاونه الاخيره انه المفوضيه باتفاق مع الحكومه انه راح يرجعون البطائق السابقه اللي العالم تنتخب بها. طيب انفقدت الاف البطائق اليوم بمحافظه الانبار، منها بسبب التهجير اول ما تهجرنا، منها اول ما عدنا، منها بعض السياسيين اللي لربما اشتروها من الناس ام من الناس اعطتها بالعين وغات التطويات طيبه من عندهم. التنافس الانتخابي غير الشريف الذي انتهجته بعض القوى السياسية التي تحاول جاهدة إنقاذ مكاسبها المتحققة من النفوذ والسيطرة على خزائن المحافظات المحررة بات يقوض نزاهة الانتخابات ويكون عاملا في دفع الناخبين إلى البقاء في منازلهم ومقاطعة عملية الاقتراع. للمزيد حول آخر التطورات السياسية والانتخابية ينضم معنا عضو تحالف عزم في الأنبار السيد عبد الوهاب الدليمي. مرحبا بك سيد عبد الوهاب. آلاف البطاقات فقدت في طريقها إلى النازحين في إقليم كردستان، هل هناك جهات سياسية تقف وراء ذلك؟ مساء الخير، أهلا وسهلا. لا يخفى على الجميع أن البلد يمر بمنعطف خطير ومفترق طرق بسبب تهديد الإرهاب والتناحرات السياسية والفساد المستشري في أغلب مفاصل الدولة. الآن المواطن يترقب بكل حزم للانتخابات المقبلة، لكن بدأ المواطن يشعر بخيبة أمل باتجاه ما يجري الآن من فقدان الكثير من بطاقات الناخبين، وكذلك ما صرحت به مفوضية الانتخابات باعتماد البطاقة القديمة. فالبطاقة هناك آلاف البطاقات القديمة تم فقدانها أو عدم تسليمها للمواطن، وهذه ستكون مدعاة لاستغلالها من قبل جهات سياسية أخرى. فبالتالي إذا تم اعتماد البطاقة القديمة ولم تعتمد البطاقة البيومترية ستكون دافع لعزوف المواطن وعدم نزاهة الانتخابات للمرحلة القادمة. طيب ربما المتحدثة باسم المفوضية الآن ذكرت بأن موضوع البطاقات الإلكترونية قد انتهى وتحولنا بشكل تام إلى البطاقة البيومترية، لكن فعليا إلغاء البطاقة البيومترية سهل جدا لأنها عبارة عن أرقام موجودة لدى المفوضية وبإمكانها أن تبطلها بأي لحظة، والذي يتخوف منه الناس بأن إبطال هذه البطاقات المفقودة سيضيع حق النازحين بالانتخاب. بكل تأكيد إذا تم إبطال هذه البطاقات هو ضياع لحقوق الكثير من أبناء المحافظة، وإذا لم تعتمد البطاقة ولدينا مسافة 4 إلى 5 أشهر للانتخابات المقبلة. هذه الفترة كفيلة وكافية لمفوضية الانتخابات أن تقوم بحملة واسعة وقوية بتسليم البطاقات للناخبين، وفي حالة عدم تسليمها سيكتب على مفوضية الانتخابات السلامة ومن قبل المواطن، وسيكون العزوف لا بد منه، وبالتالي عدم نزاهة وعدم شرعية الانتخابات للمرحلة المقبلة. طيب في موضوع آخر ربما أيضا يرتبط إعلاميا وانتخابيا بالسياسيين هو ملف المغيبين، كما تعرف حضرتك غالبا ما يتاجر بعض السياسيين بهذا الموضوع في كل انتخابات. ملف المغيبين لماذا لم يكشف عن مصيرهم لحد اللحظة؟ الناس تنتظر أبنائها منذ سنين. حقيقة طيلت هاي الأربع سنوات ما لاحظنا وقفة جادة من ممثلي المحافظة بكشف مصير المغيبين. قضية هامشية وكأنها لا تهم أي طرف من الأطراف، وكأن ليس لديهم عوائل أو أبناء، وهذه عوائلهم الآن تستظل السماء وتلتحف السماء على الأرض، فالعوائل مدمرة بالكامل، لن تعرف مصير أبنائها، هل هم على قيد الحياة أو هم غير ذلك،
ولم يتم تعويضهم بأي تعويض، حالهم حال الشهداء واللي شهداء العراق وكل ما حدث من أبناء العراق. هذه حالة للمتاجرة وأصبحت مكشوفة للجميع، فأي عملية انتخابية ما يخص بالمغيبين لا تعنينا شيء ولا تعني المواطن شيء، وإنما تعني أنه لكسب ود المواطن، والمواطن أصبح على ذكاء وفطن يعرف أنه ما يدور حوله، فلن تنطلي على المواطنين ما يدور من أكاذيب من أغلب السياسيين. طيب أنتم كيف تتحركون سيد عبد الوهاب على صعيد إعادة ملف المغيبين إلى الواجهة والعمل عليه بشكل جدي سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي؟ أمامنا المرحلة المقبلة هي مرحلة التغيير، إذا استطعنا أن نغير ما موجود على الأرض وأن يكون للمواطن دور برسم سياسة محافظته ورسم سياسة بلده، فستكون الإجراءات، لا أعتقد قبل نهاية هذه الدورة الانتخابية أن يكشف عن أي مفقود، ولن نصل إلى نتيجة أي مفقود، لكن مرحلة التغيير القادمة إذا تمت، وهذه مسؤولية مفوضية الانتخابات المستقلة، فنناشدهم بدماء الأبناء بدماء الشهداء وصيحات الثكالة أن يجدوا بأن تكون الانتخابات نزيهة من خلال بطاقة بيومترية تخدم المواطن، وأن يكون صوت المواطن هو الغالب، وأن يكون المواطن هو الممثل الحقيقي بالبرلمان المقبل بعيدا عن السياسات التي دمرت وعصفت بهذا البلد. قبل موعد الانتخابات لا ولن نحصل أي نتيجة على مستوى المغيبين، لكن احنا كدور عشائري لنا تواصل مع كل الأطراف في هن بوسط وجنوب العراق وكل الأطراف الأخرى بالكشف عن هوية هؤلاء المغيبين، وإن شاء الله القادم خير يا رب. شكرا لك عضو تحالف عزم من الأنبار السيد عبد الوهاب الدليمي. الأخبار مستمرة. أعلنت المفوضية العليا للانتخابات منتصف شهر تموز المقبل موعدا لإجراء محاكاة فعلية للعملية الانتخابية وبحضور مراقبين دوليين. قالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي إن المفوضية تستعد لإجراء محاكاة لأكثر من مرة، وهي عملية اقتراع فعلية للتأكد من الدقة والسرعة ونزاهة الأجهزة المستخدمة في العملية الانتخابية، لافتة إلى أن تلك المحاكاة ستكون بحضور الأمم المتحدة والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية والمراقبين الدوليين. بدوره أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ضرورة تعزيز الهوية الوطنية من أجل الاستعداد لتنظيم انتخابات عادلة لا يهددها السلاح المنفلت أو الشعارات الطائفية. وبين الكاظمي خلال لقائه عددا من شيوخ العشائر بيّن أن العراق مقبل على انتخابات مفصلية ستسهم مخرجاتها بمحاربة الفساد. اليوم مطلوب من عشائرنا العربية الأصيلة أن تعمل على استعادة عنوان الوطن والمواطن والمواطنة لكي ننهي أنفسنا انتخابات نزيهة عادلة لا يهددها سلاح منفلت أو شعارات طائفية أو مذهبية. نحن مقبلين على انتخابات قد تكون مفصلية وتكون بادرة أمل لمستقبل العراق، بأن المواطن يثق بنتائج انتخابات ويتعاون مع الحكومة مع البرلمان ومع النظام السياسي لكي نحارب الفساد سوية ونحارب البيروقراطية والمحسوبية التي سمحت أن تكون هناك مواقع لمصالح أطراف على حساب أطراف أخرى. كما شدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على أن حكومته اتخذت خطوات مهمة لمكافحة الفساد، إلا أن هذا الموضوع يتطلب تغييرا حقيقيا بالعملية السياسية، ولا يتم ذلك إلا من خلال المشاركة الفعالة بالانتخابات. حاربنا الفساد
منذ اللحظة الأولى، وسووا لكم جرد الحكومات الماضية وهالحكومة. إيش قد حاربنا الفساد من أول لحظة؟ قالوا أكو انتهاكات حقوق الإنسان. من ينتهك حقوق الإنسان يتكلم بحقوق الإنسان، إن حاربنا الفاسدين. الآن نعمل بكل جد لتصحيح كثير من الأخطاء، بس هذه الأخطاء بتصحح وحدها إذا مو كلكم تشاركوا. مثل ما قال الشيخ، إحنا 80% ما شاركوا بالانتخابات. لا، المطلوب تشاركوا بالانتخابات وتغيرون هذا الواقع. والله العظيم ما عندنا غير عراقنا ترى، وما عندنا غير وطننا وبلدنا. هذا وافاد معهد بروكينغز الأمريكي بأن مشاركة الأمم المتحدة في الإشراف على الانتخابات يساهم في ضمان نزاهة عملية الاقتراع. وأوضح المعهد أن العديد من النخب السياسية العراقية طالبت بدور رقابي للأمم المتحدة على الانتخابات المقرر إجراؤها في 10 تشرين الأول المقبل، مشيرا إلى أن الدور الذي تقوم به الأمم المتحدة تقني لضمان نزاهة الانتخابات والحد من عمليات التزوير. من جانبه، أكد تحالف عزم في صلاح الدين ضرورة وجود رقابة دولية حقيقية على كل تفاصيل العملية الانتخابية، وذلك لمنع تكرار سيناريو تزوير الانتخابات لعام 2018 وللحد من سطوة السلاح المنفلت والمال السياسي في المحافظات المحررة. من أجل إضفاء الشفافية وإضفاء الجانب النزاهة، لابد من أن تكون هنالك رقابة دولية صحيحة فعالة في مراقبة نتائج الانتخابات وأيضا عملية الانتخابات ابتداء. نحن في تحالف عزم مصرين على أن تكون هنالك رقابة دولية فعالة من مختلف الاتجاهات ومن مختلف المنظمات الدولية، لتكون رقابة شاملة وواسعة على عملية الانتخابات ونتائج الانتخابات، سيما وأن هنالك المال السياسي المنفلت وكذلك وجود السلاح في المحافظات الواقعة يعني ضمن تحالف عزم. نطالب وبشدة أن تكون هناك رقابة دولية تشرف على عملية الانتخابات وعملية العد والفرز والنتائج، لأن كنا شفنا في الدورة السابقة في عام 2018 ما حدث بالانتخابات من حرق صناديق وتدخل أصحاب الأموال الفاسدة، المال المنفلت في جيوب الفاسدين وخاصة الأحزاب التي تتصدر الآن المشهد السياسي. إلى ذلك، جدد ذوو شهداء تظاهرات تشرين والجرحى بضرورة الاستجابة للمطالب التي رفعها الحراك الشعبي وضحى أبناؤهم من أجلها، وأبرزها ضمان نزاهة الانتخابات من خلال إشراف دولي شامل عليها، ومنع الأحزاب التي تمتلك أجنحة مسلحة من المشاركة في العملية الانتخابية عبر تفعيل قانون الأحزاب، وحصر التصويت بالبطاقة البيومترية، بالإضافة إلى إلغاء التصويت الخاص لأنهم شرائح مسلوبة الإرادة. إجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة بعيداً عن المال السياسي الحرام وسطوة الأحزاب وسلاحها المنفلت وإعلان نتائجها خلال 24 ساعة. ثانياً، اختيار مفوضية مستقلة جديدة من قضاة مهنيين مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة. ثالثاً، تفعيل قانون الأحزاب للرقم 36 لسنة 2015 والذي ينص على منع الأحزاب التي تمتلك أجنحة مسلحة من المشاركة في الانتخابات وإلزامها بالكشف عن مصادر تمويلها. رابعاً، تطبيق نظام البطاقة البيومترية حصراً دون البطاقة الإلكترونية. خامساً، إلغاء التصويت الخاص لكونهم مسلوبي الإرادة. مع اقتراب موعد الانتخابات التي أريد لها أن تكون مبكرة وأقر موعدها البرلمان في 10 تشرين الأول المقبل، جدولت مفوضية الانتخابات قوائم أسماء المرشحين والقوى المتنافسة ورتبتها وبوبتها استعداداً لانبثاق البرلمان الجديد وحكومة طال انتظارها من قبل حراك تشرين. المفوضية بوبت الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد النيابية لكل محافظة لتصبح
83 دائرة، وذلك بعد أن عدلت على قانون الانتخابات الذي تم على وقع الاحتجاجات الشعبية، وبالتالي سيشهد هذا القانون تصعيد 236 رجلاً و 83 امرأة في البرلمان المقبل. العاصمة بغداد كان لها النصيب الأكبر من عدد الدوائر الانتخابية مقارنة بعدد سكانها الذي يتجاوز 8 ملايين نسمة، وذلك بواقع 17 دائرة انتخابية يحجز عبرها 69 مرشحا مقاعد لهم في البرلمان المقبل، بينهم 17 امرأة، ونينوى بالمرتبة الثانية، والبصرة ثالث كبرى المدن العراقية فقد حلت ثالثة. أما فيما يخص المحافظات المحررة فمحافظة الأنبار وديالة كان لهما النصيب الأكبر بعدد الدوائر والمقاعد النيابية، في حين اكتفت كل من كركوك وصلاح الدين بثلاث دوائر لكل منهما، وكما موضح أمامكم من حيث عدد النواب وكوتة النساء أيضا. بينما محافظات الفرات الأوسط فقد تشابهت النجف وكربلاء والديوانية مع بعضها من حيث عدد الدوائر الانتخابية والمقاعد النيابية وكوتة النساء، باستثناء محافظة بابل التي كان من نصيبها 4 دوائر انتخابية و16 مقعدا نيابيا في البرلمان المقبل. بالانتقال إلى المحافظات الجنوبية نجد أن موطن الحراك الشعبي ومفجر الثورات في العراق محافظة ذي قار كان لها 5 دوائر انتخابية، ومن نصيبها حجز 19 مقعدا في البرلمان الجديد، تليها واسط وميسان بثلاث دوائر لكل منهما، وبعدها المثنى التي تكتفي بدائرتين انتخابيتين مقارنة بعدد سكانها. أخيرا من إقليم كردستان الذي حصدت محافظة السليمانية فيه على الحصة الأكبر بعدد الدوائر الانتخابية والمقاعد النيابية وكوتا النساء، وحلت بعد السليمانية أربيل ومن ثم محافظة دهوك كما موضح أمامكم في هذا الترتيب. أما في محافظة صلاح الدين فالمواطن هناك يطالب برقابة دولية فعالة على الانتخابات لمنع المزورين من العودة مجددا إلى المشهد النيابي. لعل الإحباط الذي وصل إليه الشعب العراقي من العملية السياسية والدورات الانتخابية السابقة وما شابها من التزوير والتلاعب كان سببا رئيسيا لعزوفه عن المشاركة بالإدلاء بصوته في صناديق الاقتراع، ولكن بعد دعوة مفوضية الانتخابات للمنظمات الدولية لمراقبة العملية الانتخابية استشعر الناخب في صلاح الدين ببصيص أمل لتغيير الوجوه التي صعدت بالتزوير وشراء الذمم في انتخابات 2018. دعوة منظمات لجان ومنظمات للإشراف على الانتخابات العراقية القادمة خطوة بالاتجاه الصحيح للحد من عمليات التزوير، للإشراف على عمليات الانتخابات، وإن شاء الله تكون عون للشعب العراقي والحد من عمليات التزوير، وإن شاء الله انتخابات هاي الجاية تكون بصيص أمل للشعب العراقي تغيير هاي الطبقة السياسية اللي حاكمتنا من 2003 لحد الآن. تأكيد الأوساط الشعبية في صلاح الدين بضرورة المراقبة الدولية بشكل واسع لمنع تكرار عملية التزوير وشراء الذمم والتلاعب بأصوات الناخبين التي حصلت عام 2018 والتي أدت إلى إعادة تدوير الفاسدين بعملية انتخابية أقل ما يمكن القول عنها بأنها ولدت ميتة. وهذه الدعوة سوف تحقق لنا غاية وهي نزاهة الانتخابات وشفافيتها ومنع التزوير من قبل الأحزاب الحاكمة التي كانت تسيطر على جميع مفاصل المفوضية والانتخابات التي جرت في السنوات السابقة، وأن دور المنظمات الدولية في مراقبة الانتخابات يصب في مصلحة الشعب العراقي. الناخب في صلاح الدين يرى أن وجود المنظمات الدولية لمراقبة الانتخابات هي الفرصة الأخيرة للعملية السياسية في حال مضت الانتخابات
بشفافية ونجاح، وهذا يتوقف على جدية المفوضية ونزاهتها بعملها القادم. لقناة الفلوجة عبد المنعم الويسي، صلاح الدين. طالب أهالي المغيبين في الصقلاوية الحكومة بالكشف عن مصير أبنائهم الذين فقدوا منذ 5 سنوات نتيجة العمليات الإرهابية في محافظة الأنبار. واتهم ذوو المغيبين لجان التحقيق التي شكلت من قبل الحكومة بعملها على تسويف وغلق ملف المغيبين في المحافظة، متسائلين عن سبب اعتقالهم، خاصة وأن أيديهم لم تتلطخ بالدماء على حد قولهم. اللجان السابقة اللي شكلت كل شيء ما سوت لنا، كل شيء ما سوت لنا، احنا اهل الصقلاوية انظلمنا بكل شيء انظلمنا، يعني ما سوونا كل شيء. احنا نريد ولدنا، 750 واحد نريدهم طيبين، هم كل شيء ما بيهم وموجودين عندهم وحاجزيهم، فوين حاجزيهم؟ نريدهم. لا حكومة وجهت لنا اي شيء، لا سياسيين وجهوا لنا اي شيء، من قاعدين على الكراسي ايش جاي يسوون، والظلم بالسجون، شنو ذنبهم المساجين؟ شنو ذنبهم؟ لحد الان هاي 5 سنين ما وجهوا لهم اي شيء ولا وجهونا احنا اي شيء. اهل الصقلاويه على شنو ظلمنا انخفت؟ على شنو الظلم كلها راحت؟ البيت ببيت انصقع، وهاي 5 سنين ونريد يفرحونا بوجه العيد. هاي 5 سنوات اللي جانت تشكلت اي شيء ما وجهت لنا. بعدما خذلهم ممثلوهم في البرلمان وأهملتهم الحكومة المحلية وتقطعت بهم السبل، بادر مكتب المشروع العربي في الفلوجة بحملة توزيع أكثر من 500 سلة غذائية على عوائل المغيبين والمفقودين في ناحية الصقلاوية كخطوة أولى ضمن مبادرة تهدف لدعم هذه الشريحة. 5 سنوات مرت ودموع هذه النساء لم تجف، مأساة ومعاناة عاشتها عوائل مغيبي الصقلاوية منذ تحرير محافظة الأنبار من سيطرة التنظيمات الإرهابية، إلا أن مبادرات المشروع العربي ولدت من رحم معاناة النازحين والمغيبين، مسعفة هذه العوائل بعد أن تقطعت بهم السبل. يقوم المكتب المشروع العربي في الفلوجة بحملة إغاثة لعوائل المفقودين في منطقة البعكاش. اليوم شاركنا في توزيع سلات غذائية لعوائل المفقودين في منطقة البعكاش، وغدا إن شاء الله سوف نقوم بحملة أخرى في منطقة الأزرقية تشمل عوائل المفقودين والأرامل في هذه المناطق. حملة معكم في رمضان إحدى المبادرات التي تضمنت توزيع 500 سلة غذائية في مناطق شمالي الفلوجة، وتستمر حتى ما بعد رمضان في مبادرة إنسانية تسعى للملمة جراح المكلومين. انطلاقا من معكم في رمضان، الحملة التي أطلقها الشيخ خميس خنجر في ضمن المشروع العربي في رمضان، ومستمر إن شاء الله في إلى نهاية رمضان. هذه الحملة معكم في رمضان، عوائل المغيبين بالتأكيد هم عوائل أكثر الناس، العوائل التي المعدمة التي تحتاج إلى وقفات لتقديم المساعدات واليد العون لهم. المشروع العربي هو والله اعتنى بينا وجي ساعدنا، ونعتب على الحكومة ما جت ساعدتنا ولا لو ما الله والطيبين. المشروع العربي أشكر الشيخ الخنجار، والله يمطيه إن شاء الله ويحفظه ويحفظ الطيبين المثله. لم تتوقف مكاتب المشروع العربي في جميع المحافظات عن خدمة أهلهم وتقديم يد العون لهم، إذ أن الخدمات الإنسانية المقدمة من قبل الشيخ الخنجر أصبحت شعارا يحتذى به. من الأنبار، أحمد ناجي، قناة الفلوجة. أفاد تقرير لصحيفة ستارز أند سترايبس الأمريكية المتخصصة بالشؤون العسكرية إنه طبقا لتقرير صدر عن الحكومة الأمريكية، فإن برنامج صيانة طائرات F-16 العراقية في قاعدة بلد الجوية قد تعطل بسبب الهجمات الصاروخية المتكررة التي أدت إلى إخلاء المتعاقدين من القاعدة. وبينت الصحيفة أنه لا يمكن للعراقيين أداء مجموعة كاملة من مهام الصيانة على أسطول البلاد من طائرات F-16 بدون متعاقديهم،
وأضاف التقرير أنه تم جرد وجود 32 طائرة F-16 من أصل 36 تلقاها العراق في الفترة ما بين أعوام 2014 وما تلاها من أعوام في قاعدة بلد خلال الصيف الماضي. في الأثناء أفادت مصادر أمنية بأن عناصر من منظمة البيكاكا الإرهابية نفذوا هجوما على مقر لقوات البيشمركة شمالي محافظة أربيل. وأوضحت المصادر بأن الهجوم حدث في منطقة برادوست التابعة لقضاء سوران شمالي محافظة أربيل، مشيرة إلى أن العناصر هجموا بالقاذفات والرشاشات الخفيفة دون تسجيل أي من الخسائر البشرية. بدوره أكد رئيس الجمهورية برهم صالح أكد أن الحوار الاستراتيجي متواصل مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن العراق أكد على إنهاء العمليات القتالية بشرط تطوير إمكانيات القوات العراقية. لدينا حوار استراتيجي ومتواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية في العديد من القضايا تشمل الوجود العسكري في العراق، وهناك تأكيد على إنهاء العمليات القتالية في العراق، وهو أمر مشروط بتطوير إمكانات القوات العراقية التي تطورت بمساعدة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، ونحن ممتنون لذلك. ينضم إلينا الخبير العسكري العميد الركن المتقاعد السيد عياد الطوفان. سيد عياد مرحبا بك. تحدثت مصادر عن توقف السرب التاسع للقوة الجوية العراقية بقاعدة بلد منذ انسحاب المدربين والمستشارين العسكريين منه، ألا يشكل ذلك إضعافا للقوات العراقية؟ تحية طيبة لك سيدي العزيز، تحية لمشاهدي قناتكم الكرام. ما دام جنابك ذكرت كلمة المتقاعد، نحن جميعا ضباط الجيش العراقي السابق بعد قرار بريمن نسمى المتقاعدين قسرا. لم يشملنا أي سبب للتقاعد سواء عدم وجود ملاك أو سبب مخل بالشرف لا سمح الله وأسباب صحية أو غيرها من الأسباب. جواب: العقد التعاقد مع طائرات F-16 هو خلال كبير ما بين الحكومة العراقية حينها وبين الجيش الأمريكي أو الحكومة الأمريكية. الشروط الأمريكية لتنفيذ هذا العقد كانت كالآتي: أولا يجب أن يكون المكان مؤمن جدا وبحيث لا يستطيع أحد الوصول إليه، وبذلك تم اختيار قاعدة بلد الجوية والجزء الغربي منها من هذه القاعدة الكبيرة أن تكون الجناح العسكري لطائرات F-16. اثنين، عملية التدريب للصيانة والتشغيل والإدامة لهذه الطائرات لم تتم ولم يتم إدخال كثير من الكوادر العراقية كفنيين للعمل على هذه الطائرات بسبب أو تعذر الأمريكان بأن هذا مكلف ماليا جدا. نعم. النقطة الثالثة والمهمة والخطيرة أن هذه الطائرات لم يتم الاتفاق على تسليحها وتجهيزها بالصواريخ أو الاعتداء، ولهذا الأمريكان يعتبرون كل الذي تم منذ استلام هذه الطائرات لحد هذه اللحظة وتجهيزهم بالصواريخ والاعتداء هو فضل من عندهم أو أعطوا مجانا، لأن أيضا السبب بأنها هذه مكلفة جدا. للأمانة الأمريكان كانوا صادقين في هذا وكثروا من هذه التحديدات لسبب هم خوفهم أن تسرق المواصفات الفنية والتقنية والقياسية لهذه الطائرات وتذهب إلى إيران ومن ثمها إلى روسيا العدو اللدود في سباق التسلح مع الأمريكان. وعليه هي كانت الصفقة نحن لسنا في حاجة لها في حينها أبدا، كان الأحرى بنا في بديل هذه الأموال الطائلة التي أنفقت بعقد لم تكتمل جوانبه هو تجهيز مثلا فرقتين من دبابات البرامز كانت لها تكون أقوى فرقتين ليس بالوطن العربي بل في الشرق الأوسط. هذا من ناحية. الناحية المهمة والخطيرة هو الشبهات الفساد التي ممكن أن تحصل على كونشنات للحصول على هذه الطائرات من هذه الشركات أو غيرها. ولهذا حتى عملية تدريب الطيارين كانت عملية مكلفة. عمليات القصف التي تمت على القاعدة
تم سحب كل الكوادر الفنيين الأمريكان منها، الآن فقط على الجناح موجود قوة للحماية هي طيب. من شركة سالي بوت الأمريكية للأمن والحماية. نقطة مهمة إذا سمحت لي سريعا، نعم سريعا، لن يستطيع أي قائد عراقي من قائد العام للقوات المسلحة نزولا الدخول إلى هذا الجناح إلا بعد موافقة القوات الأمريكية، ولن يدخل فقط المخولين الطيارين وفقط في وقت طيرانهم على هذه الطائرات. طيب بالانتقال إلى موضوع يعني مشابه سيد عياد، استهداف القواعد الأمريكية والقواعد العراقية مع تزايد هجمات داعش في هذه الفترة، هل هناك رسالة ما في هذا الموضوع؟ هل تربط بين الموضوعين؟ لا أبدا، هي هيبة الدولة الربط الوحيد والسيادة للذين يتبجحون فيها. الأمر أصبح معيب. نعم. قصف القواعد الجوية والسفارة الأمريكية مضى عليه أكثر من سنتين، أكثر من 100 عملية قصف. الدولة لم تحرك ساكن، لا الحكومة السابقة ولا الحالية، لم يستطيعوا تسمية حتى ولو فصيل واحد للذي يقوم بهذه الانتهاكات. أما عملية ضرب الأرتال وغيرها، يعني احنا بعجالة وبلغة الأرقام، منذ بداية شهر رمضان 13 نيسان لحد هذا اليوم، كانت العمليات التي قام بها مجرمي داعش هي 101 عملية. عمليات استهداف الأرتال من بداية رمضان لحد هذا اليوم أيضا كانت 17 عملية، ناهيك عن التدخلات التركية التي تصول وجول وتجول في شمال وغرب العراق، لدرجة أن الوزير الدفاع التركي يرافقه رئيس أركان الجيش وقائد القوات البرية. طيب. قضوا يومهم الكامل في قاعدة كاني ماسي داخل الحدود العراقية. لو سيد عياد، لو نبقى في استهداف القواعد وسحورهم، ومع ساعات الفجر عادوا. نعم. قفلوا عائدين إلى بلدهم. لو نبقى في موضوع استهداف القواعد، كنت أحاول ربط هذا الموضوع بموضوع آخر وهو زيارة الوفد الأمريكي إلى العراق. خلال زيارة هذا الوفد ومن ضمنهم بريت ماكورغ، يعني كانت الفصائل المسلحة قد أوصلت رسالة من خلال الصواريخ التي أطلقتها على قاعدة عين الأسد وبلد الجوية. ماذا تريد هذه الفصائل خلال زيارة الأمريكي؟ أوصلت، هي أوصلت الرسالة وأوصلت رسائل قبلها على مدار سنتين. الرسالة التي يوصلونها، نحن هنا من نفرض وجودكم غير مرحب به، نحن الدولة ولا دولة فوقنا، وسنستمر إذا لم تتخذوا درجة يعني فعاليات كثيرة. وأنا أقولها من مكانكم، عين الأسد وقاعدة الحرير والقوات المسؤولة عن حماية السفارة هي خارج تفاوضات بين الحكومة العراقية والأمريكان. شكرا لمشاركتك معنا سيد عياد الطوفان، الخبير العسكري والعميد الركن المتقاعد. الأخبار مستمرة. شهدت محافظة ديالى تسجيل أول حادثة حريق لمحصول الحنطة مع حلول فصل الصيف، وذلك في حقول قرية خليل الحسناوي جنوب قضاء بعقوبة. بدوره حذر قائم مقام ديالى عبد الله الحيالي من تكرار سيناريو السنوات السابقة، وهو ما سبب خسائر اقتصادية جسيمة يكون الخاسر الأكبر فيها هو المزارع. والله اللي صار البارحة بالليل الساعة بالعشرة ونص، احنا مو متابعين زرعنا ندحج عليا، نخاف من احد يتعرض لنا، فنشوف شعلة حرارية نزلت بنص الزرع احرقت الزرع، جينا نريد نطفي الزرع ضربونا بكيسيات، توقفنا، جانا الجيش يمشي قدامنا لما وصلنا للزرع وطفينا النار. ايه هذا الشيء جاي يصير وجاي يتكرر، جاي تكرر، يعني احنا تونا حرثنا وجاي نسقي اول مي ضربونا بقاذفه، صاروخين قاذفه ثلاثه ضربونا، وبعدين مشطونا بكيسيات، وليش وما ندري، تخريب لهذا البلد وتخريب الاقتصاد العراقي حقيقة. كإدارة محلية في قضاء بعقوبة بعد الحريق الذي حصل في ناحية بهرز على بعض المزارع، نحذر من سيناريو عام 2000
2018 أو 2019 كما حدث قبل سنتين. هذا الموضوع لابد أن يأخذ اهتمام القوات الأمنية وفرق الدفاع المدني، وأمننا بفلاحين بمتابعة مزارعهم خوفا من استهدافها. هذه المناطق في بزايز بهرز قد تكون مناطق غير آمنة بعض الأحيان. في النجف حيث التهمت نيران الحرائق 50 دونما مزروعة بمحصول الحنطة في قضاء المشخاب، بينما أعلن الدفاع المدني منع امتداد الحريق إلى 450 دونما مجاورا. وأشارت المديرية إلى أن فرقها استكملت الإجراءات الاستباقية كافة لتأمين موسم الحصاد لمحصولي الحنطة والشعير من خلال نشر فرق الدفاع المدني قرب الحقول الزراعية مع مرافقة عمليات الحصاد لتجنب الخسائر الاقتصادية وتأمين قوت الشعب من السلة الغذائية، وهذا ما قلل نسب الخسائر داخل الحقول الزراعية. ينضم إلينا نائب محافظ ديالى القيادي بالمشروع العربي السيد محمد قتيبة البياتي. سيد محمد مرحبا بك. أول حريق حصل هذه السنة في ديالى، ما هي جهودكم في تعويض المتضررين؟ مساء الخير عليكم وعلى مشاهدين قناتكم الغراء. أهلا بك. بالحقيقة هذا الحادث هو حادث أول بعد اكتمال أو البدء بحصاد محصول الحنطة في من الأراضي الزراعية في عموم ديالى، ولكنه لم يكن الأول خلال هذا العام. إن هذه المنطقة لعمليات إرهابية، أفهام سقطت هناك. بالأمس كان هناك أطلاقات تنوير كان الهدف منها الحرق المحاصيل الزراعية. سمعت التقرير المقدم من قبلكم، أيضا القوات الدفاع المدني كانت إجابتها سريعة، القوات الأمنية الموجودة في تلك المنطقة كانت إجابتها سريعة. نشكرهم شكر جزيل على هذا الموضوع، ولكن بنفس الوقت نحذر من إثارة هذا الوجود. قدم قائم مقام بالعقوبة أن هذا السيناريو تم تكراره بأكثر من سنة. المزارع لا حول له ولا قوة، لا يمكن تأمين المساحات الشاسعة الموجودة في تلك المناطق. أيضا هناك عدة محاولات لغرض ضرب الاقتصاد العراقي. احنا كإدارة محافظة مستعد تلك الأراضي، ولكنه في نفس الوقت بدون تعاون الفلاحين والمواطنين الموجودين في تلك المناطق. طيب كيف يتعاون معكم الفلاح والمواطن لو توضح لنا سيد محمد؟ تقديم المعلومات للجهات الأمنية الموجودة المرابطة في تلك المناطق، هذا ضروري جدا. حاليا أكو تعاون، ولكن نطمح إلى أنه تطوير تلك ذلك التعاون في يعني بالأيام القريبة الجاية إن شاء الله. طيب كلما يعلن العراق عن الاكتفاء الذاتي تحصل هذه الحرائق سيد محمد، ما تفسيركم لذلك؟ هذا موضوع واضح للجميع، للقاصي والداني، أن الهدف من هذه العمليات هي ضرب الاقتصاد العراقي. كان هناك عدة عمليات ضربت الاقتصاد العراقي ليس فقط في محصول الحنطة. إذا حضرتك تتذكر وأيضا المشاهد الكريم، لفترة ليست بعيدة كان هناك ضرب لمحصول محاصيل زراعية في الأعوام الماضية، وايضا الثروه السمكيه، وكذلك ايضا الدواء. يبدو اننا نواجه مشكله بالاتصال مع السيد محمد قتيبة البياتي نائب محافظ ديالى والقيادي بالمشروع العربي. شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات. قال رئيس الجمهورية برهم صالح إن الفساد في العراق لا يعرف طائفة أو عرقا، وكان سببا رئيسيا في خروج الشباب للمطالبة بحياة كريمة. الفساد لا يعرف طائفة ولا عرق، فهو ظاهرة تجمع الفاسدين عبر الانقسام السياسي والعرقي والطائفي. والفساد في الأساس هو الاقتصاد السياسي الذي كان سبباً أن يخرج ضده الشباب في البصرة والأنبار والموصل والسليمانية وبغداد، وجميعهم يريدون حياة كريمة.
في سياق آخر، أعلن القنصل التركي في نينوى مهمات كوتشوك استعداد بلاده تركيا للتعاون في إعادة إعمار مدينة الموصل، فضلا عن مجالات أخرى تتعلق بالتعليم والطب، مؤكدا على أن تركيا لديها فائض في الطاقة الكهربائية ومستعدة لسد النقص في الطاقة الذي يعاني منه العراق. Başkonsolosluk burada Musul'la Türkiye arasında bir köprü oluşturacak. طبعا القنصلية العامة التركية هيشكل جسر بين تركيا والموصل. Türkiye'nin Musul'un ihtiyaç duyduğu alanlarda bizim imkanlarımızı Musul'la paylaşmaya biz hazırız. نحن مستعدين للمشاركة بإمكانياتنا وقدراتنا في الميادين التي توجد فيها حاجة من قبل الموصل. Yani tıp ve tedavi bunun bir bölümü, üniversiteler arası işbirliği bunun bir bölümü, yeniden imar yine çalışacağımız konular arasında. طبعاً من هذه المواضيع هي الصحة والطب والتبادل التعاون بين الجامعات وكذلك موضوع إعادة الإعمار، هذه كلها تشكل جزء من هذا الجزء. أكدت وزارة الصحة على أن العراق لا يزال في دائرة الخطر، وأن ظهور السلالة الهندية من فيروس كورونا يعد تحديا جديدا. وقالت الوزارة إن انخفاض أعداد الإصابات لا يعني احتواء الأزمة والسيطرة عليها، وأن خطر الجائحة لا يزال قائما، خاصة وأن دول الجوار لا تزال تعاني منه، مشددة على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية وتلقي اللقاح لإبعاد خطر الوباء. من جانبها، حذرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان من استمرار زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا، مشددة على ضرورة تلقي اللقاح لمنع انتشار الوباء. وأوضحت المفوضية أن وزارة الصحة مقصرة بشأن التوعية والتثقيف بوسائل الوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن تلقي اللقاح كإجراء وقائي يدل على وعي المواطنين وتفهمهم للأوضاع الوبائية التي يمر بها البلاد. الختام مع الصاروخ الصيني، حيث يتحرى العراقيون بعد أيام صاروخا صينيا تاه في السماء بعد ترجيحات علماء الفلك بسقوط الصاروخ على منطقة خضراء. منذ أمس وقبل نهاية الشهر الفضيل بدأ العراقيون يترقبون، لا يتحرون هلال العيد، أنظارهم شاخصة نحو السماء بحثا عن صاروخ تائه. مكان ما نترقب هلال العيد عن نترقب الصاروخ الصيني وين راح يقع. وبعد فاجعة كورونا التي فرضت إغلاقا تاما على كوكب الأرض وأودت بحياة الملايين، جاءت التجربة الصينية هذه المرة لتهدد الكوكب المحاصر بصاروخ بطول 30 مترا ووزن يتجاوز 22 طنا، أطلقته الصين بنجاح في 29 من نيسان الماضي، لتعلن لاحقا فقدان السيطرة عليه ويبقى يدور حول كوكب الأرض منذ أيام. التجربة الصينية اللي الأحزاب والحكومة تريد تفرضها علينا، طبعا يا ريت لو نتمنى أنه تنفرض علينا هاي التجربة الصينية اللي هي كورونا والصاروخ الأخير، نتمنى أنه يكون ينزل بهذا البلد حتى نخلص من هاي الشدة ومن هاي المعاناة اللي نعيشها ويا هاي الحكومة البائسة. وأثارت توقعات علماء الفلك بسقوط الصاروخ الصيني على منطقة خضراء ردود أفعال متباينة، فيما أعرب مواطنون عن خشيتهم على مصير الجنس البشري بسبب التجربة الصينية. نتمنى أنه هذا الصاروخ الصيني يسقط بمنطقة خضراء في سبيل أنه يخلص 40 مليون عراقي. المراصد الفلكية الغربية تؤكد أنه لا يمكن التنبؤ بمكان سقوط الصاروخ الصيني أو حطامه إلا قبل قليل من وصوله، لكنها تدعو لتحري ذلك ليلة العاشر من شهر آيار، أي قبيل التحري عن هلال العيد السعيد. يمكن الصين خلونا ملتهين برمضان وبعدنا نتذكر اللي أكل الخفاش وضربنا فيروس وقال لك خلنا نعطيكم صاروخ جديد. هذا العناوين. آلاف البطاقات الانتخابية تغيب عن نازح الأنبار، وانتخابات افتراضية للتأكد من سلامة إجراء الحقيقية. التسويف يعمق جراح ذوي المغيبين، 5 سنوات وملفهم طي الإهمال،
المشروع العربي يبادر لتخفيف مأساته. تطوير القدرات العراقية شرط لإنهاء العمليات القتالية الأمريكية، صالح يشترط. وأسراب F-16 جاثمة في بلد. موسم حرائق حقول الحنطة في العراق ينطلق من محافظة ديالى ويصل إلى النجف في ثاني محطاته. حقوق الإنسان تفتح النار على وزارة الصحة، مقصرة في توعية المواطن. والأخيرة تحذر من ظهور السلالة الهندية. الفلوجة دوت تي في للمزيد من الأخبار، كما يمكنكم متابعتنا وتواصل معنا على فيسبوك، تويتر ويوتيوب. في أمان الله.